جود مورنينج. صباح الخير. تفضل. السادة الحضور، أهلا بكم في الاجتماع السنوي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2023. Excellencies, Distinguished Guests. أصحاب السعادة والمعالي، السادة والسادة، مرحبا بكم في النسخة الثامنة من اجتماع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد جين ليتشن رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أصحاب السعادة والفخامة، السادة والسادة من جميع أنحاء العالم، اسمي لوك ناشوسنش وأنا نائب رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية و نائب مجلس المحافظون، وأود أن أعرب عن سروري لافتتاح الاجتماع السنوي الثامن للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. نحن نعرب عن سعادتنا لانضمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلينا اليوم رئيس جمهورية مصر العربية. أود أن أنتهز هذه الفرصة بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن البنك للتعبير عن عظيم شكرنا ولحكومة مصر في استضافتهم للاجتماع السنوي هذا اليوم، ونحن أيضا نعرب عن تقدير عميق لهذا الدعم الرائع الذي تقدمه حكومة مصر وشعبها في استضافة الاجتماع الأول منذ عام 2019. وفي خلال هذه الجلسة نود أن نضم عدد من عظماء المتحدثين، وبعدها ننتقل لجلسة حول جمع وحشد التمويل للاستثمارات في البنية التحتية. وأيضا نحن نعرب عن امتناننا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سوف يكون معنا بكلماته أثناء الجلسة النقاشية.